أحسن الله إليكم، يقول: هل يجوز رسم صورة إنسان ثم وضع خط على الرقبة؟ أي جمله، الخط هذا يجمله يصير طوق، لا ما يجوز هذا، ما يجوز رسم الصورة الكاملة اللي فيها الرأس والوجه. أما صورة بدون رأس هذه لا تعتبر كاملة، مثل الشجرة مطموسة، إذا طمس الرأس أو أزيل فأصبحت مثل الشجرة. نعم، أما إذا بقي الرأس والوجه فهذه هي الصورة. نعم، انت أحسن الله إليك. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.